كم لك خاطب؟ 13 سنة. ها؟ قرب صلينا زواجتك علينا. الزمن. حياكم الله يا أحلى وأجمل جمهور في حلقة جديدة من الموسم الثاني من زواجك علينا. يرافقني في هذه الحلقة للبحث عن عريس جديد وفرحة جديدة الفنان عبد الله البروي والفنان ياسر النفيعي. حياكم الله جميعا. جاهزين؟ بسم الله نتوكل على الله. بسم الله يلا. بسم الله. اسمك الكريم غازي الأحرقي. غازي من وين يا غازي؟ من مالك. وين بتغزو؟ هتغزو معنا؟ إن شاء الله. إن شاء الله وأنت الرابح. قول إن شاء الله. إن شاء الله. كم عمرك؟ العمر اللي بتدوره. اللي بندوره؟ طيب إحنا بندوره. كم عمرك يعني؟ العمر المطلوب. أنت داري مال برنامج؟ إيه. ما هو؟ زواجك علينا صح؟ أيوه. طيب قول لي كم عمرك؟ العمر اللي تدوره أنتو. اللي ندوره ما درك كم؟ انا تابعت البرنامج. تابع البرنامج صحيح. اي موسم؟ الموسم الاول. الاول اكيد. طيب ما رش تقول لنا كم عمرك؟ لا كذي قلت لك العمر اللي تدوره. ها كذا اقول لك خاطب. طيب ادينا عمره. العمر اللي بتدوره. أيوة. وخاطب وانا مش مزوج. أيوة. وبشتغل انا اشتغل. ما شاء الله. ومد يدك ودي الزلط أمو مد يدك عقد لك أستاذ الزلط أول مستعجل. طيب أنا داري لك شكلك هذه السنة بندور عمر. كم العمر اللي كنا نقول له كم عمرك؟ 25. 25 بس في تعديل هذه السنة. تعديل رفعنا العمر من 25 سنة إلى 30 سنة. خير إن شاء الله. يعني ما بيش مجال. ما بيش مجال 30 وما فوق. لكن بعد خمس مصمم سنين. على زواجه مصمم بعد خمس سنين بعد إن شاء الله. بعد خمس سنين إن شاء الله. خمس بعد عمر طويل قد بترفعوها هلا 40 بعدين. يا سلام. الله الرجال مصمم زواجه هلا يوقف مصمم زواجه
أكيد. الله يزوجك إن شاء الله. أشتي زواج الزواج ما العيزة باهي لغاجة، أشتي زواج الضروري أصحابي أخفوا ضوري، ما بش مرض إلا لقوا علاجه، الله إلا العزب ما أحرم من الزواج، الله إلا العزب ما أحرم من الزواج. بالا 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 يا حبيبي. السلام عليكم يا زول. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا زول؟ الحمد لله كيف. الدنيا بخير يا زول. تمام. اسمك منو؟ مهدي إدريس. مهدي إدريس من وين يا مهدي؟ من مارب العبدية. مارب، والنعم فيك وأهل مارب كلهم. هيا. أي. تعرف السودان؟ تعرف السودان لما تعرف؟ أعرفه. أشيلك لخرطوم؟ هيا. أزوجك من هناك؟ لا، زوجك أنت. الله يحفظك. الله نزوجك من اليمن. أيوة. برنامج يا زواجك علينا يا عمرتك علينا ماشي غيرها. عمرتك معانا هذا رحلة حظ. الآن إحنا في زواجك علينا، كم عمرك؟ 20. 20. أيه. شوف هذه السنة العمر كان في الموسم الأول. والله الموسم الأول. 25. الآن ارتفع إلى 30. يعني كله كل ساعة ارتفع. 20 قدوم مع الدولار والسعودي، الدولار والسعودي بيرتفع رفعنا. 20 يعني بداية الشباب. لا لقينا حالات يا أخي. يفوح عليك يا أستاذ خالد ماشي أمامه. من الجلنا هذا حياك الله. انت من الشارع انا بندور اتزوج. دور تزوج. اسمك؟ صادق العقيلي. صادق العقيلي كم عمرك؟ 40 سنه. 45. 45 مطلوب. مطلوب خلاص امور طيبه. واصل معه؟ واصل. طيب يا زول ارحب. ارحب يا زول ارحب. طيب 45 مزوج او لا؟ مزوج. مزوج أشتي واحدة جنبها. أثني أثني ونثلث لاقد الله بالله. ألا شي قال؟ خرجت لأبونا كيف لك؟ سمعت هذا الحين؟ سمعت ميت الهوش وخرجت وما عاد شي. وين تلفونا؟ ها خرجوك بغير تلفو علشان لا تتصل. الله يفتح عليك. الله يبارك فيك. لاقد لقيته يلا الله يربحك. احنا ما بنزوج الا العزباء. لا خلنا ما نقول زوجة مزوجين، هذا من باب الضحكة والطرفة بس نضحك. خيرة الله يلا. الله يحفظك يا عم. مظلومين احنا. يلا الله يحفظك. السلام عليكم. كيف الأحوال؟ كيف أمورك؟ كيف حالك؟ حياك الله. كيف الحال؟ الله يسلمك عافية. السلام. كيف حالك؟ الحمد مرتاح. أي اسمك؟ يوسف. يا يوسف. يوسف من؟ الردعي. من وين؟ من ردع. من ردع والنعم فيك والردع كلهم. الله يحفظك. عرفت من معك؟ أستاذ خالد الجبري. نعم عرفتني على طول. الله يسلمك يا أستاذ. ها؟ معروف من أستاذ خالد الجبري. عرفت بالصوت؟ أكيد. حياك الله حبيبي. الله يحفظك. الله يحفظك. أنت من أصحاب الهمم؟ إن شاء الله. الله يحفظك. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحفظه اللي الله أحرمه البصر. نعم نعم. من أفقد وحدة حبيبته إيش؟ فصبر عوضته الجنة. عوضته الجنة. الله يرزقك الجنة وإياك جميع المحاضرين إن شاء الله. ويرزقنا الجنة ويرزق المشاهدين الكرام الجنة. قولوا آمين. آمين يا رب العالمين. برنامج معنا، برنامج اسمه زواجك علينا. نعم. زواجك علينا. علينا بس فيه بخمس مراحل، إذا عديتها إن شاء الله زواجك علينا يا أخ يوسف. نعم. قل يا رب. يا رب يا الله. طيب يا يوسف كم عمرك؟ عمري 30 سنة. 30. نعم ما شاء الله. أول خطوة المطلوب. المطلوب حلو. المطلوب 30 سنة. نعم. يا سلام. المرحلة الثانية مزوج؟ لا عايشي. مش مزوج. ليش ما تزوجت؟ حضري في أسد خالد والوضع يعني خلالك الله بس. الله المستعان. قد وضع البلاد هكذا لكن الله يخارج البلاد والعباد. قل آمين. آمين بيدي الله فضل ورحمة. طيب المرحلة الثالثة يا يوسف. يوسف أخي. نعم. خاطب؟ ما قلت شيء. يوسف يوسف أنا أفدالك يا يوسف. يا حبيبي يا يوسف. ما نعمل يا أستاذ خالد؟ ما هو ضروري إحنا من شروط البرنامج يكون خاطب صح ولا أخي ما عبد الله؟ والله خطبة ما أكبر. شو قلنا اليوم يا أستاذ خالد؟ ها؟ شو قلنا اليوم عن خطبة وزواجة؟ من يكره الزواجة؟ من يكره الزواجة؟ من يكرهها؟ لكن يا أخي الظروف والوضع يعني قلت لك عارف كيف البلاد والحمد لله على كل حال.
أستاذ خالد أنت أبوها وأمها. إيه بس معنا شروط البرنامج، أنا فعل هذا الشروط، إنه ضروري يكون خاطب، ضروري يكون خاطب يا أخ يوسف. يا أستاذ خالد يعني قد أمنا بالله ثم فيكم وأنتم ما تقصروا يعني، الحمد لله والشكر لله، قد صدفة يعني أداكم الله. أنا والله العظيم إيش أقول لكم، بس أنت ما تقدر تحلحلها شوية. المشكلة كيف نسوي يا يوسف، كيف نسوي بك يا حبيبي؟ والله يا صدق حبيبي الله يسعدك ووفقك يا صدق أنا أفضل الله يحفظك والله العظيم أن نفسي أزوجك ورب الكعبة. داري يا صدق هذا والله، وأنا بنقول لك والله أنا داري الله مستعان، لكن من شروط البرنامج يا يوسف أنه ضروري يكون خاطب. والله قد أداكم الله يا صدق هذا، والمشاهدين الكرام ما إيش نقول لهم، بعضهم بينتقدنا لكن إيش بنسوي، هذا هو وضع وضع البرنامج وشروط البرنامج، لكن ما هو الحل، ما هو الحل، فكروا معي أنتوا، فكر معي يا عبد الله. احنا قلنا لك يا أستاذ خالد أنت بتفعل عمل كبير. شوف يا أخي يوسف، أنا ذكرتني بحالة مرت علينا في الموسم الأول لو تذكروها، عبدها الحارس قابلنا معه وعمره 40 سنة، بس أخل بشرط من الشروط، من شروط البرنامج، وقلبي كان يتقطع عليه، لكن فعلنا له مبادرة مجتمعية والحمد لله، يعني أهل اليمن فزعوا معه كلهم مثل ما كلمتك، وهذا الآن أنا قاعد أقدم مبادرة مجتمعية. الله الله. مشاهدين الكرام، الأخ يوسف من أصحاب الهمم، طبعا عتقولوا ليش ما زوجناه، او بعض الناس يقول لك ليش ما تعدي المرحله، اما ما اسوي، هذا شروط البرنامج، اعذرونا واحنا اسفين، لكن المبادره عليكم انتم والرساله لكم انتم ان شاء الله ما يقص. يا شعب اليمن من كل مكان، انا اعرف فزعتكم، نشي نفزع مع الاخ يوسف بمبادره مجتمعيه، نخطب له ونزوجه حتى ناسس له ونجهز له اموره، وهذه إن شاء الله بعد الله عز وجل، والأمل بعد الله فيكم في الداخل والخارج. اسمك الكامل؟ يوسف أحمد عبد الله. يوسف أحمد عبد الله من الرداع. نعم. معك مبادرة مجتمعية، والأمل بعد الله عند أهل اليمن، الكل يتعاون حتى والداخل والخارج، وزملاء الإعلاميين تتعاونوا كل واحد، يا إن شاء الله نفعل مبادرة مجتمعية لتزويج الأخ يوسف، وإن شاء الله سيطلع رقم حساب أسفل الشاشة، وسيستمر لمدة أسبوع إن شاء الله الجمع، ونكلف الأخ محمد عبد الكريم غازي مراسل قناة يمن شباب هنا في محافظة مأرب برئاسة الحملة، والإشراف سيكون من جانبنا إن شاء الله بإذن الله. نتمنى لك التوفيق أخي إن شاء الله. تسلم، جزاكم الله خير، ونشكركم على هذا وجودكم وهذا يعني صدها، يداكم الله، ونسأل الله أن يحفظ يمن وآله ومأرب خاصة من كيد لكاد المكر الماكرين، وجزاكم الله خير، ونشكر الأخ نبيل أنسي وصفان وعادل والحاضرين جميعا وكل مشاهدي الكرام، حفظهم الله ورعاهم. الله يبارك فيك ويعافيك، وإن شاء الله الناس إن شاء الله إن شاء الله مثل اليوم وأنت عريس إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله عزيزي. أنا أفدى لك أخي يوسف، الله يحفظك، سامحني، الله يسعدك ووفقك يا سلام، الله يحفظك. السلام عليكم، كيف الأحوال؟ لو سمحتوا هكذا تعالوا هكذا. أنت عارف عليك؟ أحمد الحواء. أحمد الحوال. الحواء. من وين؟ من المحويت. من المحويت ما شاء الله. واسمك؟ وهيب سالم. وهيب سالم من وين؟ من الحديدة باجل. حديدة. نبيل علي سالمين. من وين؟ من الحديدة. من الحديدة ما شاء الله. عبد الله. بمن نبدأ؟ هؤلاء. ما هو؟ شكلهم هذاهم صغار شوي. هذاهم صغار. كم عمرك؟ عمري 35 سنة. 35؟ ما شاء الله. 35 ياسر. يعني أول مرحلة حلوة. نعم أول مرحلة أنا أعتبر إنه عدها. يا سلام عليك. قلت لي عبد الله. أحمد. أحمد. يا أحمد. عرفت ما البرنامج؟ برنامج زواجك علينا. أيوة. سلام. زواجك علينا. هذا هو البرنامج. حياكم الله. عاد يا حمد. أه؟ طيب المرحلة الثانية مزوج؟ لا.
ما قد تزوجت؟ ماشي إلى الآن؟ لا. إيش السبب؟ ظروف. ظروف. الظروف، الظروف يا عبد الله وياسر، وهكذا نلقى ناس كثير الظروف حلبطتهم من الزواجة. أنت عديت مرحلتين يا أحمد. كرم. يا سلام يا سلام، يعني مر طيب إن شاء الله. باقي لك ثلاث مراحل، وإن شاء الله تنتقل من حياة العزوبية إلى الحياة الزوجية. إن شاء الله. يا رب. يا رب. قل يا رب. يا الله. إيش بتشتغل هنا؟ حديد ها؟ إيه. حديد. يا سلام عليك. خاطب. نعم. كم لك خاطب؟ لي تقريبا 5 سنة أو 6 سنين. سلام. يا سلام عليك. 5 سنة. 5 سنة. قرب. يا سلام. بس أنا اللي مستغرب ليه 5 سنوات وأنت خاطب. أيوة. مو ليش 5 سنوات؟ لأنك الظروف. الظروف لهالدرجة. أيوة. الحمد لله على كل حال، بس الأمور بدأت شوي. يا رب أنت إن شاء الله من نصيبك كل إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله نكون. المرحلة الرابعة هو قد أنت ذا بتشتغل. أنا كنت أسألك هل بتشتغل؟ يعني شيء واضح. أربع مراحل يعني تشتغل علشان تشقى عليها وتشقى على نفسك وتكون تعتمد على نفسك. لا يعني ما بعض الناس يجي يتزوج ما بيشمع لا عمل ولا مهرة يكون عاله. شغالين الحمد لله. شغالين الله يرزقك. آمين. إذن قرب من المرحلة الخامسة. إيش عاد تفرحوا؟ إيش عاد تفرحوا؟ محلى أحمد لا لبس لبس الزيفية وما العريس نفس العزب يلتمس لبس العزب يلتمس في زفات أجمل عريس في زفات أجمل عريس. ياسين على أحمد. ياسين باقي لك مرحلة. مرحلة يا أحمد وإنك عريس يا ربي. إن شاء الله نعديها. إن شاء الله تعديها. المرحلة الأخيرة وهي تخرج تلفونك وتتصل لعمك وتقول لي يا عم لقيت البرنامج زواجك علينا واشترطوا علي اني اقنعك تعقد لي في خلال 3 ساعات واستلم 2 مليون ريال، ولو اتأخر عن الـ3 ساعات كل ساعة تخصم علي 100,000 ريال. جاهز لهذا؟ صعب شوية يا اخي. صعب ما قدمت على بعد خطوة. اصبر ما هي سابرة من اول. الحين جيت عقد في 3 ساعات. ها 6 سنين وخاطب وجيت عقد 3 ساعات. ان شاء الله. حاول حاول ان شاء الله. عمك حاول حاول. ما انت تلفونك موجود. هات طلع. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كيف حالك يا عم؟ الحمد لله. انا مع برنامج خالد الجبري زواجك علينا. حياك والله. ما في اليوم عندي لك مره ولا انا مزوجي لك. قلت لك تعال عشان حاطب عندي احمد. يا عم ناصر. اهلا. مع خالد الجبري. حياك يا خالد. الله يحييك ويعافيك. انت عارف البرنامج وتابعته؟ ايوه حياك. الله يحفظك. فسهلها تسهله. وقد احنا وصلنا لعنده بيشتغل هنا بين الحديد بين الشمس وبين الماء. وقد عمره 35. حرام الصدق. لا تبغى يحرم له اخي كذي خاطب سكته وبس. أنا داري إنه خاطب قد له خيرات لكن قد صبرت والكثير باقي القليل. وأنت مأجور مأجور والنعم فيك وبيض الله وجهك وما قصرت. وأنت بتعاون يعني مع شاب يشتي يعني يعف نفسه. أي والله إن أنا قد صبرت في البدا كله ومسكين والحين وحالته كذا لكن ما منه فايدة. الفايدة من ذا الحين ومطلع ولا يهمك. قد إحنا عن ندفع له 2 مليون. ان شاء الله علشانك انت. انا افدالك انا افدالك يا عم ناصر. حيو عمي ناصر. مبروك. خلاص شكرا لك يا عم ناصر. الله يفتح عليك ويعافيك. يا سلام. الآن ما هو؟ الآن تروح تفرح أهلك الموجودين هنا ونشيل لك تصير تحلق وتستبك وتصلح وتصنفر وتجهز ونسير نعقد. يلا جاهز؟ جاهز. بسم الله.
توكل على الله. مالك مقبض الرحيق. يلا الحق ضحك. يلا الحق ضحك. زف زف زف. يا أحمد الله يسرك يا أحمد. الله يسرك ويزيد الله السرور يا يمتاز اليمن بفلكلور شعبي هو غاية في الثراء والتنوع، ويعد الرقص الشعبي أحد أكثر ألوان الفلكلور اليمني حيوية واتساعاً. تتعدد ألوان الرقص الشعبي بتعدد أماكنه ومناسباته، وتحتل رقصة البرع مكانة خاصة لدى اليمنيين. تبدأ بقرع الطاسة، وهي إناء نحاسي مغطى بالجلد يصدر أصواتا رنانة وقوية، يصاحبه المرفع بصوت ثابت وغليظ. يتجمع على إثرها الراقصون بزيهم الشعبي مشكلين مساحة دائرية واسعة، ثم يقوم المشاركون بالرقص حاملين في أيديهم الجنابي سلاحهم الأبيض، يقلبونها ذات اليمين وذات الشمال مع تمايل أجسادهم ودورانها. يبدأ الإيقاع في التسارع، في حين يبدأ عدد الراقصين بالتناقص إلى أن يرسو العدد على راقصين اثنين في طور رقصي يسمى الهوشلية. يخيل للمشاهد فيه أن أحدهما سيجرح الآخر من شدة التقارب وسرعة الإيقاع. لرقصة البرع أنواع كثيرة، وبحسب مختصين بالرقص الشعبي اليمني فإن رقصة البرع تمر من بدايتها حتى نهايتها بأربعة أطوار، وهي كالتالي: الدسعة، فالوسطى، فالسارع، ثم الهوشلية. أم أحمد. يا عم أحمد. ما به؟ و عم أحمد. ها؟ ما قد به؟ أحتاجك الموضوع. ما تحتاجني بأيش؟ مش وقت الآن. ضروري يا عم أحمد. مش وقت بنا أقول لك. حرام وظلم ما يقوى عشي. يلا رحلة. هؤلاء ولا قوة إلا بالله. هيا خلاني أفعل النذرة هذا وحلف بالطلاق. ما معي إلا نصار. أنا صار يجي. ألو أنا صار. اكتب لها عندي بسرعة لو سمحت. أيوة جيب قد بمشكلة ثانية. يلا مع السلامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. من قال لي أحرم وأطلق؟ من قال لي أحرم وأطلق؟ هيا هيا من هذا الخبر. الله محرجك. ما هو هذا من نثرة فعلته يعني. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا أخي ما قد به نفس المرة الأولى. ما المرة الأولى ما قد به حلفت بالطلق. يا جنة شلنا تقل عند الأولى ما قد لا شهري. ما هو حقك الخبر هذا؟ لا احنا بصير لي حل. كن ضم لكك ضم لك. اسكت ضري مبلغ حرام حرام. يا اخي تحاك اقول ما يصبرش. احلف يمين مش هكذا. ما انا اشتريك كم خلصت علي وواصل وانت بخلصت علي. خلصت لا احنا نفعل لك. انا بصير لا انزل عند امام الجامع ولا اي واحد اسالك من ما نقول له ما نفعل له. يدي لي حل. يدي لي حل. يدي لي حل. اسمع هو من ذا الحين انا قاعد اسير انا اكله عنده. لكن اقله كن ضم لك فك اقل بطل هذا الجنان. خلاص ولا عد خبر. ولا عد خبر حرام وضاق ما يبعشي. يا جنة وش اللون. ما بش فايدة. ما بش فايدة. وضحن ما فعل. ها يا جنة علينا ما نشتري كيف نفعل. اخي اعمل لنفسك قيمة واعمل لبنت الناس قيمة. حتى ما اعملش لي قيمة هنا خادرك. ها تعال نساء حرام وضاق ما زد يا
هيا ما هو يا مشاهدين الكرام، حرام وطلاق ما أزيد أفعل حاجة. في الجو الريفي الجميل والرائع سواليفنا اليوم، طبعا بتشوفوا أمامكم اللحوح واللبن، وهذه أكلة شعبية معروفة في محافظة المحويت وفي بعض المحافظات اليمنية. نسولف اليوم مع الوالد، اسمك الكريم. اسمي أدلك بالشعر أو ها بالشعر عادي. أيوة أصغتب بالشعر. ايه نعم. يلا اسمعنا يا هذا. محمد اسم أبي واسمي محمد، وأحسن جدي حين حب الممجدة، اللهم صل وسلم وصلى على الهادي، ويحيى بذكره ويشد النويرة للحبيب مغردة. ما شاء الله، اللهم صل وسلم عليه. صلوا على رسول الله مشاهدينا الكرام. يعني اسمك محمد النويرة؟ محمد النويرة. ما شاء الله. من وين؟ من بني عمارة، خط النويرة، المحويت. المحويت، حياك الله. كم عمرك يا ولد؟ عمري 63 سنة. 63 سنة، ما شاء الله، الله يحسن الختام. آمين. يعني يبين عليك 40 45، تدي الصدق يعني. لقدوها لقدوها. ليش بتكبر نفسك؟ ما نكبر، هو قدولو أقع. الله يحييك. الله يحفظك. الله يحفظك يا عم محمد. الله يبارك فيك. نسولف معك ولا ناكل؟ اللي تريد. هو أنا قد شهي يعني. نفسي في اللحوح واللبن. ايش هذا بالضبط؟ نفسي أنا وياك. طيب. أنا وأنا. هذا اللحوح. وهذا اللبن. هذا اللحوح وهذا اللبن. وهذا البسباس. نعم. بسباس خاص. بسباس يصلحوه يعني نوعية ضخمة، يعملوا فيها أشياء ثوم كذا، نكهة رهيبة. أكل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا تفضلوا معنا أكلوا. بسم الله. بسم الله الرحمن. بسباس. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. حياكم الله. كم مزوج؟ أنا مزوج واحدة. من الموحدين أنت؟ أنا من الموحدين. هلمة؟ يا أخي ما بشحلة من التوحيد. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. صلى الله عليه وسلم. بس عاد القلب أخضر. أكيد. ها؟ أكيد. أكيد. إيه. طيب ناوي زواجه؟ والله زوجك. لو في فرصة نتوكل على الله. أنا عاد أزوجك. موافق. 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 بس معنا شر. إيش هو؟ نتصل الحجة، نأخذ الموافقة حقها، إذا وافقت نزوجك. ما ركنك إني اشتواه. من ذا الحين. من ذا الحين. من ذا الحين. ما لك تراجع. لأنه هو داري يعني ما مش معقول يوافقوا. أبداً. آه ولو تغريهم. ولو بغرة. ولو بغرة. قد جربت. جربت؟ لكن ايه لكن لا ما بلا زفوف هكذا. أيه ما, ما زفوف. ايوه. الله يرضى عليك يا محمد. الله يرضى عليك يا حبيبي. تزوجت قبل كم؟ سنة 86. 86. نعم. يعني ما يقارب 38 39 سنة هكذا. يعني زواجة. ايه نعم. كيف كان عرسك؟ كم استمر العرس؟ العرس أربع أيام. أربع أيام، اليوم الأول ما يفعلوا. أنا أشتيك إيش العادة والتقال عندكم في في خبت النويرة؟ هي يعني يسمى الفرق. أيوة. يوم الاثنين، لأن عادة هي تكون يوم الخميس العرس. أيوه. أيوه. واليوم الثاني وبعدها حنة وكذا يعني حق النسوان. بالنسبة للعرس هو يكون يوم الخميس. يبدأ من الساعة 11 قبل الظهر يحنوا العروس. ومع الطماش مع يسمى المهارسة عندنا. كان يدوا تمر والأطفال والذي يصيحوا هورس هورس هورس. واللي كبير عاقل يرمي لهم بالتمر وهم في الأيام الأولى، لكن بعدها في الأخير كان يدوا مليم بدل التمر. أيوة أيوة. وهم يأخذوا ويلعبوا يعني تبقى فرحة هكذا. والقراح الطماش وال يعني احيانا كانت تجي اذا فيه موافقه وكذا كذا، لان كانوا يعملوا بين القبائل انه ممنوع الرمايه. وبعدها وقع رمايه في العرسات ويبقى بس بيبقى مشكله مشاكل هذا في الرمي في العرس. كان يوقفوا بس كانت تجي بعض الاحيان وبعض الناس، ولا كان الرغبه عند الناس انه يمتنع هذا. هو الافضل. الافضل بكثير. ما هذا ما. كم كلف عرسك؟ كلف تقريبا، تزوجت انا وعيال عمي. اثنين كنا ثلاثه.
كلف تقريبا 45,000. 45 بس عادي. وقدم لهذا ابي وعمومي وكذا، وبعده وعرفت لان الناس يرفضوا في العرس، هذا يدي وهذا يدي لهذا، طلعت تقريبا يعني الرفض زياده كذا تقريبا 60,000. فجدي قال لابي وعمومي كم دفعتوا كم دفعتوا كم، ودال كل واحد حقه، زادت 15,000، دالي 5,000 وعيال عمي من 5,000 5,000، وال 5,000 ذيك الايام كاني وين انت وين ما شاء الله. الرفض ما هو الرفض؟ عشان نوضح. الرفض هو يعني زي ما تقول مبلغ يدو كل واحد معه عرس، يعني يدو للعروس رفت فلوس، وعندما يكون معك عرس أنت يدوه، فكان الكل باسم جدي. يعني ما شاء الله ربحت أنت وعيال عمك 15,000. هو يعني ما هو ربح، هو زي ما تقول هو سلف وقضاء. ها عدويهم يعني بقضيهم فوقي دين. يعني الآن لك مزوج 38-39 سنة، بتحبها صح؟ أكيد تحب. أكيد زي هذا حق قيس وليلى و... قال ألست وعدتني يا قلب أني أيوة إذا ما تبت عن ليلى تتوب، تتوب فها أنا تائب عن حب ليلى، فما لك كلما ذكرت تذوب تذوب. الله 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 حياك حياك. الله يحفظك ويعافيك. آمين. ما رأيك يا حاج محمد نختم سوالفنا بالعادات والتقاليد حق زمان، نختم بقصة جدك ونختم ونتفرغ للحوح واللبن. ديها ما هي يعني من ضمن الحكايات اللي حدثت، جدي صار يخطب لابنه. أيوة. ابنه الكبير. أيوة. وبعدها وصل ما عند أهل العروس يقول لهم، قالوا لابنك لا لا هو لك. أيوة. قال لي لي وزوج ورح له وصار يخطب لابنه. لابنه أيوة، وهم رفضوا قالوا ما بالله لا هو لك. أيوة وقبل. يا الله. الله أكبر. عم محمد دردشة حلوة وسوالف جميلة معك، وتشرفت معرفتك. الله يحفظك ويعافيك ويعطيك طول العمر. آمين يا رب العالمين. والله يحفظك. أنا لا يزوج لينا. أيوه. الله يتعالك. نهاية السوالف معنا هدية بسيطة. تفضل يا عم. حياك حياك. الله يحفظك ويعافيك. الله يبارك فيك. سلام. الحين تتوكل على الله تشوف عملك. أيوه. وأنا أشوف عملي. وحدك. أيوه. وإحنا براحتك. احنا وياك. انا وانت ان شاء الله. يلا بسم الله. يلا بسم الله.
شاء الله يا عريس، ما شاء الله، ايش من زفه وايش من برع وايش من عرس، تستاهل كل خير. صدقني انا ما قد شفت الموكب هذا من الموسم الاول الى الان. ما شاء الله عليك، نيتك طيبه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. الان الكل مستعد؟ مستعدين. نشتي ننقل الاخ احمد من حياه العزوبيه الى الحياه الزوجيه. بسم الله، اجراءات العقد. قول بسم الله. بسم الله. وعلى بركة الله. وعلى بركة الله. وبموجب التوكيل والتفويض. وبموجب التفويض والتوكيل. من الأخ. من الأخ. ناصر. ناصر عبد أحمد الهدسي. أزوجك. أزوجك. بنت موكلي. بنت موكلي. بسمة. بسمة ناصر عبد أحمد الهدسي. على كتاب الله وسنة رسول الله. على كتاب الله وسنة رسول الله. وعلى المهر المتراضى عليه. وعلى المهر المتراضى عليه. 500,000 ريال. 500,000 ريال مسلمة. على كتاب الله وسنة رسول الله. على كتاب الله وسنة رسول الله. إمساكم بمعروف. إمساكم بمعروف. أو تسريح بإحسان. أو تسريح بإحسان. والله على ما أقول شهيد. والله على ما أقول شهيد. أنت قل بسم الله. بسم الله. وعلى بركة الله. وعلى بركة الله. قبلت. قبلت. الزواج. الزواج. ببسمة. ببسمة ناصر عبد أحمد الهدسي. على كتاب الله وسنة رسول الله. على كتاب الله وسنة رسول. وعلى المهر المتراضى عليه. وعلى المهر المتراضى عليه. 500,000 ريال. 500,000 ريال. إمساكم بمعروف. إمساكم بمعروف. أو تسريح بإحسان. أو تسريح بإحسان. والله على ما أقول شهيد. والله على ما أقول شهيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وعلى بركة الله، وألف مبروك يا عريس. ألف مبروك. أتممنا العقد والآن أصبحت في الحياة الزوجية، الله يسعدك ويرزقك الذرية الصالحة. الآن باقي لنا نفرح ونرقص ونغني في هذا العرس الجميل، تأذن لنا؟ قول بسم الله. طبعا معنا كوكبة من الفنانين، الفنان عبد الله البروي والفنان ياسر النفيعي ومهندس الصوت ياسين المزمل، وطبعا مكتب جعدوب للاحتفالات والأعراس بقيادة التوأمان الجميلان الرائعان طه وصدام الجعدبي. تحية لهم كلهم. أيوة، كل واحد كتب اسمه. وكذلك لا أنسى فرقة خنجر يماني، أسمع لهم تحية، وكذلك صاحب الطاسة الأخ محمد ووالده، وإن شاء الله يكون يعني عرس جميل ورائع ونفرح. ويلا بسم الله أخي عبد الله. لو علمت الدار، لو علمت الدار، لو علمت الدار بمن زارها فرحت واستبشرت ثم باست موضع القدم وأنشدت بلسان الحال قائلة أهلا وسهلا بأهل الجود، أهلا وسهلا يا من شباب الجود، أهلا وسهلا يا خالد، أهلا وسهلا بأهل الجود والكرم يا علي.
يجرحني أنت فرح جداهي عطى الفل هذا الروح بصوتي يا جرمحني أنت فرح جداهي عطى الفل أمجد لوح سعد السعود من قبلي وسباني بصوت مثل القمري وسباني بصوت مثل القمري يا فتاح عجل برؤيا تخلي يا فتاح عجل برؤيا تخلي أجمل عرس أحلى عرس عرس أحلى عرس زوجتي واليوم العرس أجمل عرس أحلى عرس أجمل عرس أحلى عرس رقصوا وفن وذو غنى أخيرا تزوجتنا رقصوا وفن وذو غنى أخيرا تزوجتنا من أراد راح ومخرج في الحياة يلقى خراج من أراد راح ومخرج في الحياة يلقى خراج بالأمانة كان تزوج بالأمانة كان تزوج ما أحلى الزواج ما أحلى الزواج للعذب
يلقى سراجه المره يخير مسراج للعذاب يلقى سراجه اغتنم عمرك تزوج اغتنم عمرك تزوج آه ما أحلى الزواج اغتنم عمرك تزوج يا خالد انت ذكورك يا دوا الطرف الكحيل عاد لا بين ذكورك يا دوا الطرف الكحيل يا دوا الطرف الكحيل ما تخيل تفسيرك يا محمد عمرك طويل ما تخيل تفسيرك يا محمد عمرك طويل عاد انا بين ذكورك يا ابو الطرف الكحيل عاد انا بين ذكورك يا ابو الطرف الكحيل ما توقع تمزلك يا احمد عمرك طويل ما توقع تمزلك يا خالد عمرك طويل ياسين يا احمد ياسين عاش جعد وعاش ياسين يا خدر يمان ياسين عاش عاد في قلبي سؤال عاد نحلم بالوصال عاد نحلم بالوصال عاد في قلبي سؤال عاد نحلم بالوصال عاد نحلم بالوصال جيتي وتحقق منالك يا احمد عمرك طويل جيتي وتحقق منالك يا احمد عمرك طويل مكلود في الزواج يا ناس من مكلود في الزواج يثني ويثلث له ويشوف خراج يثني ويثلث له ويشوف خراج ذي ما مع الثنتن ما هوش مزوج ذي ما مع الثنتن ما هوش مزوج مواحد يجلس عزب لها خراج مواحد يجلس عزب لها خراج مواحد يجلس عزب لها خراج عشق يا زبيب الجبل يا رزقي يا مجول يا زبيب الجبل يا رزقي يا مجول زلتك زلتك وان المحب الاول زلتك زلتك وان المحب الاول والله انك حبيبي لو تقوم القيامة والله انك حبيبي لو تقوم القيامة لو تزحزح قبل مرة وينزل تهابة لو تزحزح قبل ريما وينزل تهابة
العشق غير خله واختلف او تبدل العشق غير خله واختلف او تبدل ما طول العمر مجنون والعقل مختل ما طول العمر مجنون والعقل يا زميل الجبل يا رازق ايام الجوال يا زميل الجبل يا رازق ايام الجوال زرتك زرتك وين المحبه الاول وين اسمع وين المحبه زرتك زرتك وين المحبه نقول لأحمد عزوبيه عزوبيه وداع الليل عاشو عاشو اسمع صفقه يلا وين الصفقه وين يا شباب وين فوق وحبوي ايوه يا عشان انا يا احمد عزوبيه عزوبيه وداع عزوبيه عزوبيه وداع للعزوبيه للعزوبيه يا بوي وين السرقه يا شباب وين عاش السرقه للعاش ايوه عاشو عاشو يلا سمي اسم حبي حبيبي حبيبي اجمل التسمية يلا قولوا للدانا يا حبايب يلا شغلوا للدانا يا مراحب يلا قولوا للدانا يا حبايب يلا حنوا للدانا يا مراحب الله 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 هنوا معي هنوا غنوا معي هنوا معي هنوا
معي قنوتنا ويا بلدنا يا العاشق. اسمع اسم قاسم اسمع اسمع يلا ايوه هي اسمع لهم يا سيد صلى الله على محمد أخي أحمد العريس نقول لك مرة ثانية بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما على خير وفي خير إن شاء الله إن شاء الله. زفينا وابترعنا وعقدنا وفوتحنا ورقصنا وغنينا ما شاء الله، باقي عندنا شيء خلاص أو أنت في نفسك حاجة؟ باقي الفلوس. هذا من حقك، باقي الفلوس اعطونا الشيك يا شباب. نبارك للعريس احمد حسن محمد الحوار من محافظة المحويت، تحية للمحويت واهل المحويت. جائزتك عبارة عن 2 مليون ريال يا أخ أحمد، ألف مبروك. الله يبارك فيكم ونشكر. مشاهدينا الكرام، مع هذا الجو الجميل والرائع والمكان هذا الذي هو أكثر من روعة، نختتم حلقتنا لهذا اليوم. نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم مع عريس جديد وفرحة جديدة. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لقناة يمن شباب وللأستاذ خالد الجبري وللطاقم القناة المرافق معه ولهذه الجهود التي تبذل، نشكرهم من أعماق قلوبنا فقد أبدعوا، وفي حقيقة الأمر لقد وصلوا إلى شباب فعلا في أمس الحاجة إلى هذه المشاريع العملاقة. هذه المبادرات الطيبة التي تبنتها قناة يمن شباب هي يعني كمثال طيب لسائر القنوات. من بعد لحظة يأس حبطتنا من خطوبة 5 سنين، فنقد عندنا اليأس فعلا، وفقنا الله بأن ربي لاقينا البرنامج ووفقهم الله ووفقهم.